السلام عليكم، انا محمود صغير، ساريكم خدعة رائعة في تطبيق سناب شات، ابقوا معي. اولا تدخل الى المتجر وتقوم بتحديث سناب شات، وبعد التحديث تقوم بتدخل اليه. الان تقوم بالضغط على وجهه وتظهر لك هذه الخيارات، وتختار اي خيار منه. والان على حسب الخيار، الان تفتح فمك. كما رأيت طريقة سهلة، على حسب الخيار تفتح فمك او ترفع حاجبك مثل هذا الخيار. رجاءً إذا عجبتكم هذه الحلقة لا تبخل على زر لايك وسبر لايك. نلتقي إلى حلقة قادمة، إلى اللقاء.